صدق الله العظيم. راح براح براح حبيبتي، ايه اللي حصل لك؟ هو اللي وقع يا حبيبتي اخوكي وما يقصدش. معلش براح عليها منعم، مش واحد صاحبك دي، بس قوية الرجلة اهي قوية. وقعت وقلبي، ربنا يهديكوا. يلا العب. يسلم قلبك يا حاج، طول عمرك حنين. من قلبك بقى؟ قلبي وكل ملكك يا حاج. اقعدي يا نهار، اقعدي، عايز اتكلم معاكي. قول يا حاج، قول كل اللي انت عاوزه. هو انا وحش قوي؟ وحش؟ كفل الشر عليك، هو انت في زيك في الدنيا؟ يعني ما انتيش شايله في نفسيتك حاجه مني؟ لو على اللي عملته مع اخواتي فانا عيني منك في الارض. وبعدين اذا كنت ضربتهم فده اهون بكتير من انك كنت ترميهم في السجن. وده جميل انا شايلهولك في رقبتي طول العمر يا حاج. لا يا نار، انا عايز افضل في قلبك طول العمر. موجود يا حاج، وبتكبر كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. ربنا يخليك لينا ويخليك لكل اللي بتحبه. انا ما بكرههمش خالص، انا بس مدت ايدي عشان اعرفهم ان الله حق ويشيلوني من دماغهم. عارفه يا حاج عارفه، بس انا اللي والله ما عارفه اعمل ايه وسطيكوا. حاسه اني متقطعه من حته، خايفه عليهم من نفسهم وخايفه عليك منهم، ومش عارفه اعمل ايه. اديني كل اللي قادره عليه بروح عند امي وببخ بيهم كلمتين يمكن يفوق، لكن هم مفيش فايده. وباجي عندك بقول لك كلمتين علشان اكبر بيهم خاطرك، وانت بتكسفني بكرمك. انهار، انت اقرب واحده ليا في الدنيا. انا بحس كانك حته مني، حته مني، اكتر واحده في الدنيا بتفهمني، بتحسني، اختي. لا هقشعر. لا ما اقصدش اختي، اختي يعني مش حياتي يعني، بس عارفه عارفه. وبعدين هنقول امتى اللي احنا عاوزينه؟ هنقول ايه؟ انت عاوز ايه؟ انا اصلي قابلت واحده ولقيتها عجباني ولقيت نفسي بتقدم لها عشان اتجوزها. ده امتى ده يا اخويا حصل؟ في حاجه يا نار؟ لا يا اخويا حقك، هو حد يقدر يقول لك حاجه؟ سبحان الله، انا بس مش عايز حد يعرف حاجه الا من الموضوع ده يحصل. طبعا يا اخويا، واللي تؤمر بيه كله يحصل. الحمد لله، بس على الله بقى تبقى جايب لنا حاجه عدله، مش واحده موكوسه. لبنانيه من لبنان، شبه اللي بتشوفيهم في المسلسلات دي. ليه النهار دي روبي؟ اللهم اني صايم. الله، ده انت بقيت دولي يا حاج. لا بس المحلي مفيش احلى منه برضه، انت جوه قلبي. ربنا ينولك كل اللي بتتمناه يا حاج. امين يا رب. اقوم بقى انا عشان الفطار. ما تنسيش تبعتي لي جبيلي صوبيا والنبي يا نار. هو الذي كفى. بس يا حبيبي، بس يا عن امك بقى، بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماله الواد؟ صعبان عليه اللي انت عامله في امه. انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ طبعا، ما هو انت لو كنت بتسال كنت عرفت. بس ازاي انت عامل نفسك مقبوس من ساعه ما جيت وما بتسالش فيا؟ الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، مش هنعيده تاني. مين اللي عمل فيكي كده يا سميحه؟ العقربه اللي انت رامي نفسك في حضنها ليل ونهار، وكارفني ورميني رميه الكلابه. انت بتضحك ليه دلوقتي؟ انت عايز تستفزني وخلاص؟ انت مش ملاحظه ان الواد سكت ودراعك اتصلح وشوحتي بيه؟ يو بقى، طب اهو بقى، اهو اهو بقى. ربي بقى، بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما انت عارفه انك ما تهونيش عليا. ما هو انت يا اخويا واللي كان هنت يا عبيطه. ده انت الضحكه اللي بستناها ما بدخل البيت. ده خف دمك وشقاوتك دول والعسل اللي بيطلع من بقك ده بيخفف على الواحد اي حاجه وحشه تحصله طول اليوم. وطبعا انت عارفه وفاهمه الكلام ده كويس، عشان كده شايفه نفسك عليا. ما هو انتوا كده، اما الواحده فيكوا تعرف ان جوزها ما استغناش عنها تقوم تعمل فيه كده. هو انا عملت حاجه؟ حرماني، حرماني من ضحكتك الحلوه. صحيح يا فواز، ما تقدرش تستغنى عني؟
برضه بتسألي؟ لا إله إلا الله، وأنا اللي بقول سميحة دي إيه؟ لماحة بتلمح الحاجة قبل ما تطير. حقك يا حاج، لو كنت زعلتك. ما بعرفش أزعل منك. يلا قومي ننزل نفطر، وليكي عليا بعد الفطار. هاخدك واخد العيال وننزل نجيب لبس العيد وكل اللي نفسك فيه. صحيح يا حاج. مش بس كده تقالي، ده أنا هوديكي تشربي الفخفخينة اللي بتحبيها. هتشربني فخفخينة بجد؟ صايم. اتهدي بقى، اتهدي، لا دام لسه ما ادانش. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صحيح يا حاج، هتخليني ازور امي؟ يا سلام، طبعا، وتشوفي اخواتك وتجيبي لهم لبس العيد والكحك والبسكويت. هي مش دي الاصول ولا ايه؟ طول عمرك صاحب واجب وما تفوتكش حاجه ابدا. يا سلام يا هدى، يا الراحة اللي بحسها في الأوضة دي دونا على أي أوضة تانية. أنت عاملة لي عمل ولا قارية عليها ولا أنت عاملة إيه أنت؟ بدعي لك يا حاج، بدعي لك إن ربنا ينصفك ويريح بالك. يا ودع، يا راحة البال دي تسوى الدنيا واللي فيها. ربنا ينولها لك يا حاج وما يحرمك منها أبدا. بس يا حاج إحنا هنلحق نجيب كل الحاجات دي النهاردة؟ هنلف وربنا يعدلها. ده الولاد هيفرحوا قوي يا حاج، انت عارف دول بيستنوها من سنه للسنه. وانت يا هدى؟ انا ايه يا حاج؟ ما تستنيش لمتنا سوا؟ انا طول الوقت مستنياك يا حاج. الله الله عليك يا ابو قلب ابيض وصافي انت. الاذان يا حاج. اللهم لك صمت ولا رزقك افطرت. طيب ماشي. الله، شحاتة تعبان ومش مستحمل. خلاص انا ما بقتش قادر. ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك يا راجل فيصتي بدري كده ليه؟ دي ليله عيد والناس كلها سهرانه. اسكت يا سعاد، طول النهار عمال الف على كعابي رايح جاي رايح جاي لحد ما استويت. يا راجل يوه، بطل صلبطه وقوم طش وشك بشويه ميه وانت تفوق. دي الليله سهره صباح. يا سعاد حرام عليك، انا هموت وانام. وسيبني في ليله زي دي؟ ده برضه اسمه كلام؟ ده حتى تبقى عيبه كبيره في حقك. سعاد انا جتتي مش خالصه. يوه مالك يا راجل؟ ما انتش على بعضك كده ليه؟ حبيبي بقى سعاد بقى. شحاته. يوه يا شحاته. يعني ما وحشكش السهر معايا؟ اصل بصراحه سعاد ركبي مخلعه ومفاصلي سايبه. بس كده؟ هرمي لك عظمك باكله تصلب طولك. يا راجل هو انت شطبت ولا ايه؟ اصل سعاد ظهري قافش وكعابي ايضا نار. بس كده يا كوكو؟ حطها في شوية مية وملح وهي طش طش طش. بقولك يا سعاد، هي الليلة يعني لازماكي قوي؟ الظاهر ان انا مش لازماك يا شحات. مش العبارة سعاد بس. هو انت لسه هتبس بس؟ وتخلصنا بقى. انت عارفة يا سعاد؟ ايه؟ انا مش هطص وشي بشوية مية بس. انا هخش اطص في الدش على طول عشان افوق لليلة الصباحي. انشطين ومية عشقتكم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اسكندريه يا اسكندريه.
يا مني غاروا مني قال لي مش عاجبك في يا نهار اسود ايه ده الجرمه ده يا لهوي ليلتك السودا يا شحاته ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا شحاته كده تستوي تاخد لك لطشه برد ده انا هاخد فيك 6 اشهر اللي جاب اخواتك يا شحاته مش قلت لك السهره ليله صباحي لما اخش وسط نفسك في حريم قاعده وتعالى عشان نلحق لك لقمه وحب ترمس يلا يا روح يا خويا ترمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف أهلا بكبير الحجاج كلهم. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. أنت اللي تقلان علينا. شايلينك لعوزة، ما أنت سيدي اللي عارفين. تحت أمرك، بس تشرب حاجة ساقعة. لا 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 لا، أنت عارف أنا ماليش فيها، وكمان مفيش وقت. أمرني يا حاج. نفس التموين بس بحبحها سنة. من عينيا، عايزهم إمتى؟ بكرة الصبح شحاتة هيعدي عليك، ولا كنوش قافلين عشان العيد؟ ما أنت عارف يا حاج ما عندناش إجازات. على البركة. ما تنساش بقى الموانع، بس يا ريت تبقى حبوب، بلاش الحاجات الجديده اللي بتشكشك دي وتقل المزاج يا دكتور. ماشي. سلام. امرني يا حاج، بس كان لازم تشرب حاجه ساقعه. مفيش وقت والله يا دكتور، يا دوب الواحد يريح شويه قبل صلاه العيد. ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. الجميل ده صوتك جميل ما شاء الله يا منعم، شاطر جدع جدع. الصوت ده نعمه من عند ربنا. ربنا بيخص بيها واحد، واحد صوته حلو، واحد شكله حلو، عشان كده لازم نستغله في الصالح مش في الغنى. بس انا ما بعرفش اعمل حاجه تاني. ازاي بقى؟ ازاي الكلام ده؟ انت ممكن تبي صوتك ده بايات من الذكر الحكيم، تلاقي بقى النعمه تكتر وربنا يحفظك من الشر، مش نستغله ونستهلكه في المجنة والكلام الفاضي. بس انا بحب اغني يا بابا، وزمايلي بيقولوا لي ان صوتي حلو. طب ما الشيخ محمد رفعت كان صوته حلو، كان صوته جميل. الشيخ محمد رفعت ما شاء الله. انما اشوف هو كان بيستغله في ايه، وانت بتستغله في ايه. ربنا ادى البني ادم نعم كتيره قوي يا منعم، قوي. المفروض بقى يستغلها في الخير في الصالح. حاضر يا بابا. حضر لك الخير يا حبيب بابا. انا قلت اجي عايد على حماتي واولاد عمي. الحاج قال مش معقول العيد يجي ولا نجيش نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا منعم. تعال تعال يا حبيبي. روح لتيتا روح. ده انت وحشتني قوي. وانت كمان يا تيتا وحشتني قوي. ايه الواد الجمال ده يا ايه الحلاوه دي. ربنا يبارك لك فيها. تعيش يا عموره تعيش. هو كمان يموت في خاله، يحب خاله حب. وبقيت خلانه فين صحيح؟ بقيت خلانه مش يجوا عيدوا على الواد. ايوه يا اولاد تعالوا عيدوا على اختكم. اهلا بالرجاله. ايه ده ايه ده؟ مين اللي عمل فيكوا كده؟ اسكت يا واد، تعالى هنا اهو جنبي. تعالى هنا، انا ناقصك. اخلص خالص. بسأل ابوك يا حبيبي مين اللي عمل فينا كده؟ جايبنك تفرجوا علينا يا حاج فواز؟ ليه كده بس يا تسوقي؟ دي ايام مفترضه، وبعدين الضفر ما بيطلعش من اللحم ولا الدم بيبقى ميه. يا سلام، واللي جوزك عمله فينا ده اسمه ايه؟ ما قلنا عفى الله عما سلف بقى. الله الله. وبعدين هو ربنا خلق الاعياد ليه؟ عشان الناس تعيد على بعض.
الله يفتح عليك يا عمار ويزيدك من العلم، وعلشان النفوس تتصفى والود اللي اتقطع يتوصل بين الاهل والاقارب والاصدقاء. امير شوفي الحاج يما جايب لكم ايه عشان العيد، والله ده حلف انه ما يجيب اقل ما بيجيب لنفسه ولا المنعم ولا المنعم الكبير كمان. بصي واد البنطلون ده بتاعك بجد. والله يا حاج مش عارف اشكرك ازاي، البنطلون تحفه. تشكرني على ايه يا عمور؟ الله بس يطلع مقاسك. كل سنه وانت طيب. وده يا شعبان هتسوقي. كل سنه وانتم طيبين. اوعوا تقولوا لي بقى انكم كبرتوا على العيديه. يسلم في امك يا فواز يا ابني، خير ما فعلت. طب والله انا كنت هطلب منك انك تصالحهم بس استحيت من عمايلهم. ما هم برضه اخواتي يا عم. اها ما هم ولاد اخويا انا كمان، يعني حته مني، انما هنعمل ايه بقى؟ شوف لك صرفه بقى مع ابوك يا فواز. مش راضي اخويا يجي يقعد عندي بدل قعدته لوحده دي، ومش هحططني معاه عشان اعمل له لقمه ولا نضف له هدمه. يا اختي كان من باب اولى يجي يقعد عندي انا، ما هو على يدك. يا ما بوست ايده ورجله عشان يجي، هو اللي مش راضي. لو قدرتوا تشيلوا الحيطان دي خدوها وانا اجي معاكم. يا اولاد انا حته من البيت ده، والعظمه ما بتستريحش الا على فرشته. ده بيت العيله، ريحه الايام الحلوه ونفس امكم في كل ركن فيه، وانا بقى مش خارج منه الا على ظهري. الف بعد الشر عليك يا حاج، يديك طولة العمر. ربنا يكرمك يا فواز يا ابني. ده بس عشان تريحوا نفسكم وتريحوا لي بقى. خلاص ماشي يا عم الذكريات، خليك على راحتك. انا هقعد معاك هنا يا جدو. يا سلام، دي الدنيا كلها تنور يا حبيب جدو. قوم قوم يا حبيبي، تعالى في حضني، وحشتيني. تعالت ايه ده؟ بقول لك ايه انهار، انا يا اختي حجزت الواد ده ومهره عندي. ليه؟ هما في المستقبل العروسه هي اللي هتدفع المهر للعريس؟ امال دول بقى اكتر من الهم على القلب. وبعدين ده ابن الحاج فواز، يعني يتقل بالذهب. تعيش يا حياه، ربنا يخليكي، كلامك دايما حلو زي العسل ده. والنبي يا اخويا تقول له يمكن يحس. ايه انت هتقلبي عليا ولا ايه يا حياه؟ انا عملت ايه؟ لا يعني ما بسمع منه كلمه حلوه كده ولا كده. الله 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 الله. ايه على جوز اختي انت؟ لا لا والله، عايز اقول لك على حاجه، انا بقول كلام وكلام كويس قوي وكتير قوي. سبتنيش. اه يبقى حسن خطك. بقول لك ايه يا انهار، بذمتك اخويا بيقول لك كلام حلو ولا ما بيقولش؟ بيقول يا اختي، مشكلتي انه بيقول بزياده. في حاجه يا انهار؟ لا يا اخويا قول براحتك. طب قومي قومي يا اختي احكي لي، لحسن انا قربت انسى. لا ده انا هفكرك قوي، تعالي. ما تقوليش كل حاجه يا انهار. يا عم اقفل البتاع ده بقى، هو احنا ناقصين دوشه يا فواز؟ خلاص بقى يا حاج، لو ما تلمهمش علينا ما صدقنا، ريحنا دماغنا. يا اخي الستات دول ما بتملاش عنهم حاجه. بالعكس، دول اطيب من الطيابه واغلب من الغلابه. كلمتين بس كده حلوين، ثلاثه طول بالك بس، هتاخدها تحت جناحك وتريح لك الجمجمه. بس انتوا بالكوا مش طويل، اسالني انا. ادينا بنتعلم منك يا حاج فواز. لا متعلمش منه حاجة إلا ده. ده انت جوز بنتي، أصبح لقيك متجوز عليها أعلقك. وفي عاقل يكررها تاني برضه حاج منعم؟ شكرين يا أستاذ علي. لا أنا مقصودش، يعني أنا بتكلم على اللي كررها تاني، أنت كررتها أكتر من مرة. تاني. ربنا يهدي. تعبني آخر تعب، مخرط على قلبي ولا ميت بصر. ليه يا اختي؟ عرفتي حاجة ولا ايه؟ لا 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 ولا حاجة. انهار شكلك مخبية عني حاجة. يا نهى خدي منعم يا حبيبتي وطلعوا العبوا برا شوية. ها ايه الحكاية؟ انت عارفة ان الواحدة مننا في كلام كده ما ينفعش تقوله، بس معاك انتي ما بقدرش اخبي عنك حاجه، بحس انك مرايتي. في ايه يا انهار قلقتيني؟ تعبت تعبت قوي يا حياه، دمعتي بقت على طول على خدي، بقيت اخاف يبص عليا ولا يشوفني يلمحني، بقيت على طول بجري على الحمام عشان اغسل وشي. واما بتخنق قوي وبتكبت بقوم ماسكه البت سميحه فقعها علقه مطلعه فيها القديم والجديد، عامله فيها جامده
بمسك نفسي وانا من جوه خربانه. يا لهوي، مالك يا حبيبتي، هو مزعلك ولا ايه؟ لا يا اختي، طقم الحنيه اللي نازل بيه علينا اليومين دول ملوش زي، ما في واحده نفسها في حاجه الا وراح وعملها. انت كده طول عمرك تتبطري عن نعمه. بطر 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 عليا يا بت. امال ده اسمه ايه يا اختي؟ ان شاء الله ده اسمه الذل. ذل يا نار، مش بقول لك يلا عندي شغل. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا. فين شنطتي؟ بره. يلا شنطتك بره. يلا عايزه حاجه حاجه؟ الله يخليك يا اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام. بطر يا انهار، بنت اتهبلت ولا ايه؟ مش معقول، تحفة يا فواز، ما كنت عارفة ذوقك هالقد حلو. فرشيني فرشيني، والله كتير حلو. يسلموا. شكلها حلو كتير وغالية كتير. بقولنا بقى من زمان الغالي يرخص لها. دخيلك انت، بلاها هالكلمة احسن ما تطلع باسمك ومع شوفيرة كمان. والله يا عسل مهضومة. قوليلي عجبك؟ تعرف انا كنت ناوي ابرم وجهي عليك، لانه المفروض انه انا اللي انزل نقي الشبكة معك، بس شفت ذوقك هالقد حلو خلص سامح. طب الحمد لله جت سليمة المرة دي وعدت. وين بدك تعمل العرس يا فواز؟ عرس مين؟ قصدها يعني الفرح. فرح؟ احنا ما اتفقناش على فرح. والله بدك ياني اتجوز هيك على السكت؟ ليش؟ بشعة ولا فاكهة ولا عورة؟ بشعة ايه وفاكهة ايه؟ ده انتي فاكهة حياتي كلها. اوعي تقولي الكلام ده حبيبتي، بعدين ما احنا كده كده رايحين لبنان شهر عسل. ايه وشو خص هي بيه؟ ما خصنا انا بدل اتنين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما تتكلمي عن مسلين. بيني وبينك يا ابني يا فواز، هيدي الليلة بتبقى ليلة العمر بالنسبة لكل بنت. بعدين انا من طريق استعجالك قلت اكيد حاجز بفندق 7 ستار. فندق 7 ستار ايه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. ما ينفعش خالص. ليش؟ اهو ما ينفعش وخلاص. ما بيصير هيك، هي اول فرحتنا. ايه وانا مش رح اتجوز بلا فرح وزفة. حلو القوت. هنا تاهت والإله. انت مش عايزه فرح وزفه وجو من ده؟ بره على البركه. احنا هنعمل فرح جميل جدا جدا جدا، بس مش هنا. طيب وين؟ في لبنان. لبنان بقى صحباتي اللي كانوا معاكي من ايام المدرسه كله يجي الفرح، وبكده ابقى عداني العيد وبما يرضي الله. ماشي يا فواز. يا حاج. الحمد لله خير ان شاء الله. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب اقفل، انا جاي لك حالا. فواز ابويا راح مني خلاص. ايه اهدي وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفه، فجاه كده طب ساكت. والله كنا قاعدين كويسين، ومن حظي الكويس اني سميحه جت تزورنا، كلمت الحاج وجابوه على الاسعاف على هنا. ايوه يعني طب ازاي؟ كل حاجه؟ شرب حاجه؟ والله ما انا عارف، ده احنا حتى كنا بنعيد. وانا بنتي اللي جبتي اجله ورحمه امي، يعني اعمل لو ابويا جرى له حاجه لكن مقطعاكي ومشرحاكي 100 حته. ملوش لزوم الكلام ده يا سميحه. اهي كده يا حاج، من ساعه اللي حصل ما حصل ونازله فيها تانيب وتبكيت زي ما كنا انا اللي وقعته. هو في غيرك يا شر البقر؟ سامع يا حاج؟ خلاص يا سميحه ولدة. ده ابويا يا حاج وملوش استاب. خايفه يا اخويا لا يحصل امي. اهدوا اهدوا، الحكايه ما تستاهلش. هو كويس بس هيقعد معانا شويه في العنايه لما نطمن عليه. العنايه يعني على كده بقى هيبات في الانعاش؟ عادي يا نعمت عادي، لازم الدكتور يطمن عليه. طب يعني اسكيوز مي كده يا دكتور، هو ابويا فيه ايه بالظبط؟ السلام عليكم ورحمه الله. قلت لك ما تحفش.
انت مش قد الحبايه دي. شمتان فين يا جوز بنتي؟ بصراحه انا مش قادر امسك نفسي من الضحك. يا راجل ربنا بيقول ولا تلقوا بايديكم من التهلكه. تهلكه؟ طبعا. هو في اكتر من التهلكه اللي انت متجوزها دي؟ ما انا كنت شغال تمام التمام وفجاه قطعت ميه ونور. شغال تمام التمام؟ اكدب اكدب بقى وانت بين ايدين ربنا. هتفول عليا كمان يا عم؟ كلنا بين ايدين ربنا، ما تزعلش نفسك. مش كفايه بوظتلي ليلتي؟ يعني خير انت تعمل شر تلقى؟ هي نعمه معاك وبره. هي وسميحه هيدخلوا لك دلوقتي. قالت لكم حاجه؟ لا اطمن. الحمد لله. الدكتور بس هو اللي سيح. كبري عقلك يا مايا، حتى لو ما عمل فرح بالمره هيدي الجوازه بدها تتم. وبعدين هو قال لك انه حيعمل الفرح ببيروت، وهذا اللي بدنا اياه. خلاص يا سليم اهدى شوي، احنا ما قلنا شيء. يعني انت ما شايفه غير انا اللي عم بحكي وبنتك اللي عم تخلق المشاكل من تحت الارض؟ هو انا لما بدي اعمل فرح هون بين اصحابي بكون عم بعمل مشكل؟ لك يا بنتي يا مايا، انت ما عارفه المصيبه اللي انا فيها. فواز لو ما مضى العقود اللي مستنياه ببيروت، انا حيتحجز على كل املاكي وحيعلنوا افلاسي ويشرشحوني على صنوبر بيروت. بدل منك عامل هيك بحالك، احكي مع مروان شريكك يدفع جزء من ديونك وانت سدد له اياهم لما وضعك يتحسن. مروان هيدا راس الافعى واكبر واحد له مصلحه في اعلان افلاسي عشان يستولي على المكتب. عرفتي هلا المصيبه اللي انا فيها يا بنتي؟ خلص يا بابا ما تزعل، رح اعمل مثل ما انت بدك. سوري. سامحيني يا بنتي، لكن هذا هو قدرنا، وعلى الانسان انه يواجه قدره بشجاعه وما يستسلم. وانت هيك برهنتي انك بنت اصل واصول، وانا عمري ما رح انسى هالجميل. الله يحميك يا بنتي. ممكن اعرف ايه اللي مخليكي قلقانه؟ هو قال لك يا اختي على سفريه لبنان؟ ايوه قال لي. عادي يا اختي، ما هو بيسافر كتير. لا دي اول مره يسافر فيها لبنان. ومال لبنان زي غيرها، كلها بلاد ربنا. وبعدين هو بيجري ورا اكل عيش ورزق. يا اختي انت بتطمني نفسك ولا بتضحكي عليا؟ والنبي يا هدى تسيبيني في حالي، انا مش طايقه نفسي. يعني انت قلقانه هو زي يا لهوي يا ابني، قلت بعيد بالكره دي. ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا انهار، ما احنا الاثنين يا اختي في مركب واحده. عايزاني اقول لك ايه؟ خايفه ومرعوبه اكتر منك 100 مره، اعمل ايه؟ بس هو ممكن يكون مسافر شغل مش كده؟ يا دي نيلة على الكوره وسنين الكار يا ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في يا رب، قلت في يا رب. اها كده راحت العشره يا عزم. يلعب واحده ثانيه يا حاج، ما تعيطش الحساب عندي. على فين يا حاج؟ مرر عقبال ما اجيلك. عندي كلمتين ينفع اقوله؟ لا هو اللي ما ينفعش بصراحه الوقفه اللي احنا واقفينها دي، اللي طوب الارض كله بيتفرج علينا فيها. بسم الله واعمل ايه طيب؟ ما انت بقالك كتير ما بيجيش المحل. لو انت ما تعرفش يا حاج ان انا زبونه، انا على فكره مش بياعه عندك في المحل، يعني انا باجي اشتري حاجاتي وامشي على طول، مش الزام يعني ان انا لازم رايحه جايه كده كل يوم. يا ست ما حدش قال الزام ولا حاجه، بالراحه عليها شويه. في ايه؟ الله اسكنت يعني عودتين عليكي وفجأة كده قطعتي بالراحة. معلش يا حاجة أشغال. طب أنا ليا طلب أخير. لا موقف الطلب في الوقفة دي بصراحة كده مش هينفع، أنا لازم أمشي حالا. ما تخافيش، محدش يقدر يبص لك طول ما أنت واقفة هنا. ما هو بس يا حاجة واللي حصل حصل خلاص، وكانت هتقلب دندرة المرة اللي فاتت، خليني أمشي بقى. بص رجلك، أنا مش ناقصة فضايح. أنت بقى ما تعرفيش إيه اللي حصل.
مش انا ضربت الولد قدامك بالقلم؟ يهره راح جاب عيلته وعيلت عيلته، كسرت عظمه هو وعيلته وعيلت عيلته كمان. ايوه امال انت فاهمه ايه؟ ماشي يا حاج، بس كفايه قوي برضو اللي حصل لحد كده. السلام عليكم. يا ست اسمعي بس، ما كان زمانك سمعت الطلب وخلصنا. ماشي يا حاج، هسمع الطلب. قوم ودينا، ما تقطعيش بينا، هستناكي. صلاه النبي احسن. الله يخليك. شوف طلب خفيف. بسم الله بحرصك وصايا. بقول لك طلب خفيف. ربنا يسهل. السلام عليكم. مع السلامه. ألف مليون سلامة. يا سلام، ربنا أنت معلم يا فواز. أه صحيح، الحريم دول نعمة واللي يكرههم يعمى. هو يا حاج. أه شكرا يا عم عزيز. عفو حاج فواز. إيه يابا؟ إيه؟ مش هيلي على قهوة؟ أه أصل كان في مصلحة كده بخلصها. مصلحة؟ أه مصلحتي منعم. يا منعم تكون بتتشال. ولا بطل الباكج بتاعك ده، قول لي عملت ايه مع نسابك جديد؟ تمام الحمد لله. ما انا جاي ابلغك، انا هسافر في خلال يومين واسيب لك بقى المحلات والمصنع ومش هوصلك. عليا الاثنين، سافر وانت بتطمن. طمن؟ مش عارف، جاي من ريحه حاجه طريه كده وهي اللي مخليه دماغك شارده. بعدها معاك يا ابن الصياد، هتعملهم عليا انا ولا ايه؟ انا بس قلت اقول لك خلي بالك. ليه؟ 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 عشان ما تحصلش ابو سميح. اه كده؟ انا بقى هروح اقول لمراتاتك. لا 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 لا، انا بهزر، انا بهزر. تلعب 10 طاوله؟ اتمرنت؟ هنشوف. يلا. عليا النعمه، الحاج الكبير ده دمه زي العسل. اه ابويا دماغه توزن بلد، انما قلبه خفيف. يوم ما رحت قلت له على موضوع المصنع عشان اشتري المصنع، اتخض. قال لي هنجيب منين؟ هنجيب منين؟ ما الورشه هي موجوده والصناعيه اللي فيها بيقضوا الغرض. فاكر يا زكي؟ اه طبعا فاكر. بس انت ايه لعبتها بحرفنه يا حاج؟ ملعون يا زكي. طب ما تحكي لنا يا معلم، يمكن العالم اللي ما فيش فايده فيهم دول يتعلموا منك حاجه. كان في مصنعين نازلين في المزاد، واحد غالي قوي وانا مش محتاج له، والتاني رخيص وسعره مهاود. انما الاتنين نازلين مزاد، يعني ممكن ابو سعر الرخيص ده يعلى في المزاد وما اقدرش عليه. اعمل ايه اعمل ايه؟ جبت زكي، كان ايامها في عصير اناناس كده مش فاكر، كنت بحبه قوي. جبنا كرتونه وقعدت اشرب بقى اناناس طول الليل وافكر، اشرب بقى اناناس وافكر لحد ما لقيتها. الله 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 الله، اشجينا يا حاج كمان اشجينا. انا بعت زكي راح دفع تامين المزاد بتاع المصنع الغالي، ورحت رايح المزاد وقعدت اعلي السعر. رفعنا ايه؟ 5 اضعاف يومها، 5 اضعاف تمنه. اللي موجودين قال لك ده مجنون ده ولا ايه؟ ده عيل مجنون. راحوا ماشيين وسابوا المزاد ورسي عليا المصنع الغالي اللي انا مش عايزه. رحت منسحب وخسرت التأمين. ايه ده ايه ده؟ طب وانت كده بقى كسبت ايه؟ اصبر بس، التقيل جاي ورا. اصبر اصبر. ملعون ملعون. كمل يا حاج. انا خسرت التأمين، والتأمين ده كلام فارغ. انما لما رحنا بقى المزاد التاني كان بعدها بيومين. نزلنا بعدها بيومين على المزاد التاني، المصنع بقى اللي انا عايزه. اول ما دخل، ما هم نفس الناس، اول ما شافوني قال لك الواد المجنون اهو بتاع المصنع اللي فات ده هيولع المزاد. وراحوا ماشيين رسي عليا المزاد باحلى سعر في الدنيا. طول عمرك لعيب يا ابني الايه؟ يا عم ولا لعيب ولا حاجه، الواحد بس يسلم نيته لربنا، واللي بتسعى له بتنوله، اهم حاجه يكون بما يرضي الله. وانا قبلت زواجها. وانا قبلت زواجها. والف مبروك بالرفاء والبنين. ألف مبروك.
ساتر استر يا رب، يا ساتر استر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم.